اللي صار يعني زي كل ليلة كل اجتياح، دش على بيت جبات وجرافات، خش على المدخل، هدوا دار جارنا، توصلوا عند باب الدار، خلعوا الحمام وحلقوا المخزن، بعدين حطوا متفجرات بالحارة حوالي 4 نقاط وفجروهن. طبعا كل الشبابيك والباب طارت، غير القنابل اليدوية، غير الرصاص. عند الدار عندي لا باب ولا شباك ولا شيء فيها. يا سيد هذا المخزن أساس إنه يكسروا المقاومة، وإن شاء الله المقاومة عمرهم تنكسر. إذا قضى هذول بيطلعوا أحسن منهم وأروع منهم بالصمود والمقاومة. المقاومة عمرها ما انكسرت. والله يحماها. لسات المقاومة إحنا صامدين، ما بنبيع المقاومة. مقاومة أولادنا، إخواننا، إحنا حاضنينهم. شو ما يصير؟ فداهم بالدور، يقول لك فداهم وأروحنا. المهم بتظل في ناس تطالب بحقها. وضلهم ثابتين على الأرض.